لما بلشت أسمع أصوات وأنا 7 أشهر برحم أمي، صرت حط أذني على بطن أمي من جوا وأسمع شو عم بيحكوا برا. كان شهر بارد كتير وتلج. أنا كان وقتها صار عمري ببطن أمي حوالي 7 أشهر، والولد بهالعمر بيقولوا إنه بيسمع، وفعلا اسمع إنه في برد كتير، في فقر، الأفرنسيين قديش عم يعذبوا بهالسوريين. قلت يا حرام على العيشة برا، انه ليش العالم ما بتفوت لعندي لرحم امي بتعيش معي امان واطمئنان اذا كان مسألة خوف، أنا بخاف من المخابرات أكثر من الله. وكيف هذا؟ ليست ثورة، هي تخريب. وإذا أنت بتجي بتشوف سوريا، بتلاقي يمكن نص مدنها على الأرض مدمرة، كذا مليون سوري مهجر أو مهاجر. فبالتالي أي ثورة بتروح بتهجر شعبها.